مقطع الفيديو اليوم اللي قدمت فيه والدة المعلم الراحل سلطان التركي لطلاب من محافظة الزلفي هدايا مادية لتشجيعهم على مواصلة الدراسة في مبادرة نبيلة لتشجيع تلاميذ ابنها اللي كان يعمل معلما في مدرسة ابتدائية واللي توفى العام الماضي على مواصلة الاهتمام بدراستهم. دعونا نشاهد هذا المقطع. تذكرون مدرسكم الله يرحمه سلطان، ها هذول من يوزعها على طلاب ولدي وخلهم يدعون له ان الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنه. زين؟ كونوا واقفين خلوا وجهكم هنا وقلنا ارفعوا ايديكم وادعوا.